سعيدنا بهذا اللقاء اللي تيدخل في إطار برنامج ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلاله غتستضيف شهريا مجموعة ديال الزميلات والزملاء اللي أصدروا إنتاجات مؤلفات وكتب. وكيف ما تعرفوا بأنه في المغرب هناك زملاء وزميلات اللي أصدروا مؤلفات ديالهم ابتداء من الرواد الأولين. أذكر على سبيل الذكر للحصر أذكر الزميل ديالنا الأستاذ المرحوم السي العربي المساري، أذكر كذلك الزميل المرحوم الأستاذ مصطفى العلاوي، أذكر كذلك الزميل ديالنا والأستاذ ديالنا صديق معنينو أطل الله في العمر ديالو. بالنسبة للكتاب هو عبارة على واحد السرد، عبارة على سيرة ذاتية إن شئتم لمختلف المراحل المسار ديال الحياة ديالي أو لأهم مراحل من الحياة ديالي، أي منذ الطفولة إلى الانتماء والانخراط في العالم ديال السياسة إلى انتماء إلى مهنة الصحافة اللي قضيت فيها كصحفي مهني أزيد من 34 سنة. في مختلف المراحل تتناول أولا مشاهدات ووقائع ومظاهر وعلاقات وطقوس وعادات اللي عشتها اصلا، اللي عشت فيها سواء في البدايات ديالي الطفوله ديالي او لا اثناء الشباب او المرحله ديال الممارسه المهنيه. لهذا تناولت قضايا سياسيه كبرى اللي عرف المغرب، خصوصا منذ البدايه ديال انطلاق المسلسل الديمقراطي والمطالبه باسترجاع الصحراء الى الانتخابات الى قضايا سياسيه وفكريه اخرى، ثم الى العالم ديال الاعلام في المغرب انطلاقا من التجربه ديالي ومن خلال المعاينات ديالي وما عشته في هذا الحقل. وتنظن وهذا ما سطرت عليه في الكتاب بانه يعني اختزلت اكثر ما يمكن كل هذه الافكار وكل هذا، ما بغيتش نعطي واحد الحجم كبير للكتاب، وتنقول تنعتقد بانه الى اطال الله العمر غادي نرجع للمواضيع الاخرى. وبالمناسبه أعلنت على القرب من انتهاء إصدار جديد هو بمثابة رواية تحمل الاسم ثلاث عيون. وشكرا. اليوم تشرفنا في تقديم قراءة في كتاب الزميل نور اليقين بن سليمان منعرجات في ذاكرة الصحفي.
اللي هو كتاب توثيقي بالدرجة الأولى، والتقى فيه زميل نور اليقين بن سليمان مجموعة من المحطات مرتبطة بحياته الشخصية وبحياته الاجتماعية في علاقته مع الأسرة وفي علاقته مع حزب التقدم والاشتراكية، وكذلك في علاقته مع مهنته في جريدة البيان. هذا الكتاب هو مسار كبير أو يؤرخ لمسار طويل منذ بداية سبعينيات القرن الماضي إلى الآن. والكتاب وقف كما قلت عند لحظات تاريخية أساسية في المشهد السياسي أو في المسلسل السياسي المغربي، منذ بدءا من الحدث التاريخي ولا الحدث الذي أوقف الحياة بكاملها في المغرب، أي ذلك الحدث الذي أرخى إليه في 1971 الإعلان عن حالة الذي حدث انقلاب الصخيرات في 71، وهنا توقفت الحياة كما توقف اللعب عند الأطفال الذين أرخى لهم هذا الكتاب في ملعب بقرية في نواحي أسفي، في قرية في منطقة عبدة بنواحي أسفي. من هنا تنطلق الأحداث لتتشابك والكاتب سوف يعطي معطيات دقيقة عن شخصيات سياسية عايشها، منهم علي عتاش، شمعون ليفي، الخياري، ومجموعة من القيادات في حزب التقدم والاشتراكية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.